اللي فزنا بالنسخه السابقه في الشان. واحد بغى يزيد عندنا الضغط اكثر، خاصنا ما امكن ان شاء الله نحافظوا على ديك الصوره اللي ظهرنا بها في المستوى في الموسم السابق، وخصنا نظهروا ثاني ديك القيمه الحقيقيه للاعب المحلي اللي حتى هو راه عنده القيمه ديالو. خصنا نكون في مستوى ان شاء الله باش نحاولوا ما امكن ان شاء الله باش نكسبوا الثقه ديال للجماهير المغربيه ولا الاطر التقنيه اللي كتشرف الحين على المنتخب الاول. فهي غتكون مسؤوليه لي صراحه، مسؤوليه كبيره على يعني على المجموعه ككل، لا اطر لا للاعبين. ما مسموحش لنا ان شاء الله باش نظهر بواحد الوجه اللي اقل من الوجه اللي ظهرنا به في النسخه السابقه. دونك غتكون مسؤوليه صعبه، وحنا كيف كنقولوا ان شاء الله نكونوا قدها ان شاء الله، كلشي واعي بالمسؤوليه. كنشتغلوا دابا كنشتغلوا مع السي حسين اللي جاوا في الدور ديالو، كنشكروه بزاف، عطانا الثقه هذه، وكي باغي يوصل واحد اللاعب محلي لواحد الوجه اكثر اللي يكون ان شاء الله قريب من المجموعه ديال المنتخب الاول. لذا فحنا ان شاء الله عازمين باش نظهروا بداك المستوى اللي ظهرنا فيه ان شاء الله، وكنظن بلي حنا ان شاء الله راه غنكونوا قد المسؤولين ان شاء الله باش نحققوا المنتخب ديالنا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.